عليها وعلى صاحبها افضل الصلاه والسلام، ويقيم هناك
قريه العالم. كان اذا اشتدت الظروف واشتدت الازمات يلجؤون الى المسجد الى الصلاه، ويقول المصطفى لبلال: فاحنا بها يا بلال. المسجد خرج العظماء، خرج جيلا عظيما من الصحابه، غذاء روحي كان الصحابه المسجد. كانوا يلجؤون فيه الى الله، يتعبدون الى الله، يخرجون الليل كله في المسجد لله. اذا اول شيء عمل النبي اول ما راح المدينه اقام مسجدا صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه بعد المسجد يبدا عباده، والعباده واحده ما تنفعش. النبي بعد المسجد عمل ايه؟ اقام السوق. بعد المسجد اقام سوقا. ليه؟ حتى تكون عباده وعمل. ما ينفعش بدل عباده وتقعد في الجامع وتقول لي انا بعض الوقت ورزقي حيجي لغايه المكان. لا يا حبيبي، مش هيجي لغايه المكان ان لم تسعى وان لم تاخذ اسباب النجاه والاقصد الاسباب، مش هيجي لك رزقك. ولذلك النبي عمل المسجد بعد كده اقام السوق صلى الله عليه وسلم، لانه لا تذهب امه الا بالعباده وبالعمل. ولذلك لما عاق بين المهاجرين صلى الله عليه وسلم، عاق بين كل مهاجرين وانصاره، عاق بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الله سيدنا سعد بن ربيعة. فلما عاق بينهم سيدنا سعد بن عمان بن عليه بن مع زوجتيه، فجاء سيدنا مهاجر سيدنا عبد الرحمن قال له: ان لي مالا كثير، اقسم لك مالي نصفين، خذ نصف ولا نصف، ولي امراتين، فانظر اجملهما اليك وقلبها ثم اسميها لك. سيد عبد الرحمن قال له ايه؟ قال له: بارك الله لك في مالك وفي اهلك، دلني على السوق. عايز انا بقى على السوق مش التجاره، مش الاكل، مش الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم عمل امرين: اول ما حضر المسجد، ثم بعد ذلك اقام السوق حتى تكون عباده وعمل. طيب واحد يقول لي اسال سؤال، يقول لي انت ذكرت في الكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ان هاجر من مكه الى المدينه اخذ جميع اسباب النجاه، واخذ بالاسباب، واخذ خطر ودبر وهاجر سرا صلى الله عليه وسلم، وهاجر خفيه، وشاف سيدنا عبد الله بن الوهاب وسيدنا عامر بالغنم عشان يمحي اثار الاغنام، اثار اقدام النبي عشان المشركين ما يلبوش، وجاب وجاب عبد الله بن الوهاب المشرك عشان يدله على الطريق في اقرب واقصر طريق وصل الى المدينه. مع ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما هاجر من مكه الى المدينه هاجر في وضوح النهار، هاجر على ليلة على مرأى ومسمع قريش كلها، وقال قولته الشهيرة مش كده وبس، لا لكنهم كده: من أراد أن تدخله أمة وينتم ولده وتضمن زوجته فليأتي وراء هذا الولد وليدفعه وجه ورائي ولا الوجه. اللي عايز مال الأمور وعايز يذكر أمه وعايز يترمى زوجته يجي وراي، انا مالي، طلع على الملك. فلم يستطيع احد ان يقف في وجهه رضي الله عنه وارضاه. طب السؤال بقى، هو لو قلت لنا النبي خد كل اسباب الحيطه وسر وليله وسيدنا عمر كان جهر، فهل رسول الله، هل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا، على الاطلاق. ليس هناك بشر اشجع من النبي عليه الصلاه والسلام، رسول الله اشجع الخلق على الاطلاق. طب ايه ده؟ سيدنا هاجر في سر وعلانيه ومن الناس كلها، وقالوا له اللي عايز يموت يجي وراك. النبي خطط ودبر وبالليل وسرا ودخل الغار. لما فعل كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله دبر وخطط وسافر ليلا وسرا وخفية واخذ دليلا من الصحراء ليعلمنا. النبي عمل كله لاجلنا نحن، ليعلمنا رسول الله درسا في الاخذ بالاسباب. ثم بعد ذلك الثقه والامل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. واذا قلنا هو ربنا مش كان قادر ان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سحابه وينقله من مكه الى المدينه في طرفه عين؟ ربنا مش قادر؟ قادر ولا مش قادر؟
لكن الامر كله تعليم الامه اخذ باسباب النجاه واخذ بالاسباب وتوكل على الله حتى يعلمنا رسول الله درس الدين. يا اخواننا مش درس وسيره بديه كلام، بناخذ منها العبر وناخذ منها الدروس نستخرج منها العبار ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من انفسه وقدوه لنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي بياخذ الاسباب عشان يعلمنا ان احنا ما نتكلش ونقعد ونرد حاجين وما نشتغلش والله اخر النهار حاف. والله يا حبيبي والله احنا دي بيزنس ولا هتكبر، لان السماء لا بتفضل ذهب ولا فضه. ولذلك النبي خد الاسباب كلها وتوكل على الله. فلما تاخذ الاسباب وتتوكل على الله سيكون الله معك وربنا يبقى معاك سنه ويحفظك ويؤيدك. وقد حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اخواننا النبي في الغار بعد ما المشركين خرجوا خلف النبي، ظل في الغار ثلاثه ايام حتى تهدأ حركه المقاربين. فظل في الغار المشركين وقفوا على راس الغار، لكن النبي وقف الاسباب كلها ثم توكل على الملك. اذا من الذي يحميه؟ من الذي يمنعه؟ انه الله. المشركين النبي في الغار وصاحبه والمشركون على راس الغار. فينظر سيدنا ابي بكر رضي الله عنه فيرى رؤوس المشركين واقدامهم تقف على قدميه على رؤوسهم فيهمس بحديث المصطفى بحوالي الهامس يقول يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لرآه. النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم الذي توكل على الله واخذ بالاسباب ان واثق في ربه يقدمه بلغه يحدوها الامل ويملاها اليقين. يقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن. ليه؟ ان الله معنا. الله معنا. اخذ بالاسباب توكلنا على الله اخذ كل الاسباب ثم توكلنا على الله اذا لن يتركنا الله وسينصرنا الله. اذا قالوا لا تحزن ان الله معنا. فاذا كان الامر كذلك فلو جمعت الدنيا كلها ونبشت المقام وخرجت اموال يجرون اكفانهم ويخرجون وراء ابي جهل والمشركين يلقبون الرمال ويقلبون الحجاره في الصحراء يبحثون عن النبي وصاحبه والله ما قدروا ابدا على اثنين الله ثالثهما. ليه؟ لانه ما قدروا الاسباب وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم خلاص ما هم مستنيين مين؟ عبد الله بن رجب عشان يوصلوا للمدينه مشرك لكن عارف الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم وصل في امانته وعارف اقصر طريق وصلوا للمدينه فمتركين في مكان معين خلاص اتفقوا عبد الله بن المدينه مروا على ديار بني مدلك. فقعد مين؟ قعد سيدنا سراقه بن مالك قبل ان يسلم فقعد في مجلس من مجالس قومه. فاحد الرجال شاف كده ايه؟ شاف النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وهم ماشيين يقول احدهم اني ارى اسلحه اراها في الظلام كانها محمدا وصاحبه. وشاف النبي في الظلام شاف الظلام مش متاكد. فبيقول سيدنا سراقه كانني ارى محمدا وهداه باي هود النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وصاحبه ابو بكر. فسيدنا سراقه عايز يستاسر بالجائزه وحده عايز ياخد الجائزه وحده لان قريش اعلن جائزه لمن ياتي محمدا حيا او ميتا بها النار هياخدها ليه من النبي صاحبه حي او ميت. فسيدنا سراقه قبل ان يسلم عايز ياخد الجائزه وحده. فقال له الرجل لا ده مش محمد وصاحبه انت ما شفتش لا ده فلان وفلان اسمع. ولبس قليلا وراح بيته وخد ايه؟ سلاحه ولبس ارجم فرسه أخذ فرسه وتبع النبي وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مشى خلف النبي وخلاص ووصل إلى النبي وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلفهما ويتابعهما وينظر إليهما ويسمع النبي وهو يقرأ القرآن بصمت والنبي لا يلتفت. وسيدنا أبو بكر يلتفت كده فإلى سيدنا فراس خلفه يقول يا رسول الله يطينا خلاص قالوا علينا يطينا رسول الله. النبي لا يلتفت لأنه واثق في ربه أخذ الأسباب وتوكل
سيدنا سراقة كان ماشي على أرض صلبة بفرسه، فمجرد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكف له بما شئت، اللهم اصلح، قال سافت أقدام فرس سراقة في الأرض، والله وكأنه يمشي في الوحي وحبه. يا الله، إذا من توكل على الله كمان هو ماشي أرض صلبة، فجأة تنزل الأقدام فرس كلها في الأرض فيسقط من على فرسه ويحاول اللحاق برسول الله ولا يستطيع، فينادي الأمان الأمان يا رسول الله الأمان، ويركب فرس ويتبع النبي ويخرج فرس سيدنا فرس ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويذكر النبي سيدنا سراقة أن يكتب كتبه كتابا يا رسول الله، ويذكر سيدنا عامر أن يكتب له كتابا، ويقول له رسول الله اغفوا عنا اغفوا عنا، فيرجع سيدنا سراقة كلما رأى أحدا رده عنه ويقول ارجعوا قد كفيتم ها هنا، أنا قد قلت مش هترجع ارجع. فسبحان الله سيدنا سراقة يقول خرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، أنا رايح كنت أحب واحد أنا أقوم عليه ليه؟ عشان ياخذ الجائزة. يقول ورجعت وأنا من أحب الناس أن لا يصل إليهما أحدا. يا الله، سبحان مغير الأحوال، غير قلب سراقة بن مالك من باطل كاره إلى محب صادق، وأخذ يرد القوم ويتبعهم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول سيدنا سراقة لأبي حكم، يقول يا أبا حكم لو كنت شاهدا لأمر جوادي استسيغ قوائمه، علمت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهانه، فمن لا يقاومه عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأمرهم ضرا، لأن جميع الناس ضرا تسالمه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعل كل هذا ليه؟ لأجلنا نحن، ليعلمنا درسا في الأخذ بالأسباب ثم توكل على الله. زي ما قلت لك كثير من الناس يمر في بيته ولا يسعى ولا يأخذ أسباب الرزق، يقول لك مثل حكيم لا يحكي مش حكيم مثلك. وزي سيدنا عمر يقول لك سيدنا عمر دخل المسجد في يوم بعد صلاة الجمعة فوجد قوما يجلسون في المسجد قارعين بعد المسجد، فقل من أنتم؟ أنتم مين؟ بل نحن المتوكلون على الله، نحن متوكلين على الله. فسيدنا دائما كانت مع الضربة سيدنا عمر، فأخذ يضربهم ضربهم بالضرب ونهرهم وطرهم خارج المسجد، وقال لا يقعد أحدكم داخل المسجد، لا يقعد أحدكم عن المسجد ويقول اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وربنا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا كما توكل سيد الخلق نبينا، والله لحقق لنا ربنا كل ما نريد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بعد ما كان هو اللي تمشي الطير قال ايه؟ قال تغدو، راح تزدى وسعي في الارض تغدو خماصا، تعال بمشاك راح تبع سنك، فتغدو خماصا وتعدو بطالا. اطلع وراء الزكاة وترجع شبعانك. أيها الأحبة نقول لك أنتم من سوداء الأمور يتعلق عن مشاكل مشاكل وفي الإنسان كما الله يتعلم كما ذكر نقول الله سبحانه. نحن في الدرس الأخير من الليلة
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن ولا يكتمل الإيمان في قلب العبد حتى يكون رسول الله أحب إليه من كل شيء. والحب الصادق ده ضرب فينا أربع مثل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر لما دخلوا للغار أول ما دخل الغار النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر هو في الغار لدغ لدغ. فسيدنا أبو بكر من كتب من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أحب النبي أكثر من نفسي وماله وأهله والدنيا كلها. حب صادق. وهذا الحب الصادق جعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقاوم السنة وهو يجري في جسده لأجل أن رسول الله نائم على فخذين خوفا أن يعكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله أي حب المسلمات أنا من هذا الحب. تخيل السن يجري في جسده وهو لا يستطيع أن يتحرك حتى لا يؤذي رسول الله حتى لا يعكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الصادق جعل سيدنا أبو بكر يترك المال كله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل النبي على أهله وولده وماله والدنيا كلها. حتى إن سيدنا عثمان لما خرج سيدنا أبو بكر من هجرة سيدنا عثمان يقول إيه؟ يقول خرج رسول الله ومعه أبي قل فأخذ ماله كله وما ترك لنا شيئا. آثر مال آثر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. يقول بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جدي أبو محافظ اللي هو أبو سيدنا أبو بكر قال وكان قد عمي بصره رجل كبير متأخر. يقول قال لي إيه أبو محافظ قال سيد إسماعيل قال والله إني لأراه قد فجعه بنفسه وماله يعني لا بعد هو ولا سبكم مال حتى تاكلوا تشربوا منه. سيد إسماعيل تقول له ايه؟ تقول له لا والله يا ابتي. وكان يقول للجد يا ابتي تقول له لا والله يا ابتي بل ترك لنا مالا كثيرا. تقول اسماء رضي الله عنها وارضاها فجعلت اجمع اقواما من الحجاره بالقدس والحجاره قل ووضعتها في المكان الذي يضع فيه ابي المال ووضعت عليها ثوبي وأخذت بيد جدي وقلت له تعالى يا جدي حط يدك على هذا المال. فلما وضع يده قال إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. تقول أسماء لا والله ما ترك لنا مالا ولا ترك لنا شيئا. أمال إيه؟ قال ولكني أردت أن أسقط هذا الشيخ بزابل. يا الله اي حب هذا؟ هذا هو حب الصادق. اذا اين نحن من هذا الحب؟ اين من يدعي حب النبي وخالف امره؟ اين من يدعي النبي ويتبع سنته؟ يا بني حب الله لا تخالفه. بل قلت ممنوع في دنيا المحبين ايها الاحبه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعه الا وفي سبع اجابه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان نكون الذي سبع الاجابه. اللهم لنا ذنوبنا وصرفنا في امرنا وتدبر مقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اعف عنا عفا عنك علينا على غيرك لا تكلنا والاجمال الثابت توفنا وتوفنا عنا رب العالمين. اللهم لا تدعنا فاتنا العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا طاعه الا سلمته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجه لك فيها رضا ولا نعمه صباحك الا قضيته وسدت يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احيائهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب دعاء رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.